دلوقتي نصبح على زميلتنا في الاستوديو منى عشان نعرف منها ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا فسنت. صباح الخير عليك يا احمد. صباح الخير يا منى. اخبار إيه الطقس النهارده؟ حر اكتر بقى. خلاص هنبتدي ندخل احنا في الصيف. دخلنا الصيف خلاص رسمي. خلاص يعني متصالحين مع الفكره. احنا بنشوف ازاي نتفادى الحر بقى والاوقات اللي ما نتعرضش فيها للشمس. اتفضلي قولي لنا ازاي نتفادى. اتفضلي. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. قبل ما نتكلم عن درجات الحراره خلينا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي زي ما احنا متعودين من محافظه القاهره وكوبري اكتوبر. احنا شايفين بيشهد بعض الكثافات المروريه البسيطه لغايه منطقه رمسيس، بعدها بيكون في سيوله لغايه نزله غمره وبتكمل معانا السيوله المروريه دي لغايه نهايه كوبري اكتوبر. لو بصينا على شارع رمسيس هنلاقيه بيشهد كثافات بسيطه غير مؤثرة بامتداد الشارع وتحديدا من منطقة مسجد الفتح ولغاية محطة غمرة، بعدها هنلاقي سيولة مرورية من غمرة لطريق النصر والشوارع هنلاقي فيها سيولة مرورية. لو بصينا بقى على شارع بورسعيد ومنطقة باب الشعرية هنلاقي سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء والويلي ولغاية كوبري الساحل والأميرية، ولو بصينا على الأوتوستراد هنلاقي سيولة مرورية نسبية بتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، أما مطلع المقطم زي ما احنا شايفين المتجه لمحور صلاح سالم هنعرف إن هو مغلق لغاية منتصف أغسطس بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطويل للطريق الصاعد لمناطق المقطم بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، وده لمدة بتنتهي منتصف أغسطس زي ما قلنا. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وتحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية طبيعية في الوقت ده. هنفضل ماشيين لغاية ما بنوصل لميدان الجيزة وهناك هنلاقي الكثافات بتقل بشكل بسيط، وبنفكر طبعا حضراتكم ان في تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث هيبقى موجود في شارع السودان بالجيزة، وهيربط محور الفريق كمال عامر بمحور صفت اللبن وشارع السودان، وده طبعا بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه الجاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان أسفل كوبري ثروت. هنشوف بقى استمرار للغلق الكلي كمان لمطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب للي جاي من محور الليبيني والمؤدي لأعلى طريق المنصورية والطريق السياحي لغاية يوم الخميس 23 يونيو، وده بيأتي في إطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد ولغاية طريق المنصورية. لو بصينا بقى على محور 26 يوليو هنلاقي هنا كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ولغاية ميدان لبنان، في الاتجاه الثاني بنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. احنا شايفين أعمال توسعة وعمل إنشاءات كتير مرورية بتجرى في هذه المرحلة علشان نقدر نيسر أكتر ونستقبل سنة دراسية جديدة تكون فيها الأمور سهلة وبسيطة وميسرة على الجميع. خلينا نتحول لمحافظة الإسكندرية. زي ما احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة الموجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وفي كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن لو بصينا على الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية. نروح بقى أسوان ومدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك. هنبتدي من شارع السادات ولغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، طبعا بعض الكثافات المرورية البسيطة بنلاقيها عند محطة القطر اللي طبعا بنلاقي فيها طبعا الكثافات اللي منها بيتجه القادمين لأسوان لأماكن مختلفة. هنلاقي برضو عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي بعض الكثافات المرورية بسيطة، لكن إجمالا المرور في أسوان هايل ومفيش أي كثافات مرورية ممكن تكون مؤثرة. تعالوا بقى دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية مع بعض.
الدولار الأمريكي سجل 18 جنيه 62 قرش للشراء، 18 جنيه و70 قرش للبيع. اليورو سجل 19 جنيه 96 قرش للشراء، 19 جنيه 97 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 23 جنيه 29 قرش للشراء، 23 جنيه 40 قرش للبيع. الفرنك السويسري سجل 19 جنيه و8 قروش للشراء، 19 جنيه و16 قرش للبيع. اليوان الصيني سجل 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه و80 قرش للبيع. الريال السعودي مسجل 4 جنيه 96 قرش للشراء، 4 جنيه 98 قرش للبيع. الدينار الكويتي مسجل 61 جنيه و12 قرش للشراء، ومسجل 61 جنيه 22 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي مسجل 5 جنيه و7 قروش للشراء، 5 جنيه و9 قروش للبيع. ودلوقتي خلينا نتكلم عن متوسط أسعار الذهب ونشوف أسعار الجرام كام. عيار 18 سعر السوق الجرام في 864 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1007 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1150 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8066 جنيه. وبالنسبة لحالة الطقس خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي نشاط ريح بالليل على السواحل الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 36 درجة في الظل، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في دمياط 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.